السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوريان رضوان، خادم الأعتاب الملكية الشريفة. جينا اليوم لهنا بعد الدخول ديالي للمغرب، بعد ما واحد الفترة نتاع النضال خارج الأراضي المغربية، وبالضبط في إسبانيا، اللي بدات عندما انتهك عصابة البوليزاريو، انتهكت القوانين الدبلوماسية العالمية بالدخول ونزع راية بلد داخل الأمم المتحدة. ومن هذا المنبر كنشكر السيد القنصل العام للمملكة المغربية بفالنسيا اللي قام بدور بطولي في إرجاع الراية المغربية إلى مكانها الأصلي. حنا كان لازم علينا ومفروض علينا ومقدر علينا أننا نكون مع السيد القنصل يعني النهار اللي من بعد الواقعة. كانت الواقعة نهار الحد، وحنا حضرنا نهار اثنين الساعة 9 صباحا باش نوقفوا مع السيد القنصل ونقولوا له شكرا جزيلا على الدور الرجولي اللي قمتي به في إرجاع الراية المغربية إلى مكانها. ثانيا قمنا ب يعني قلنا له بأننا حنا راهن الإشارة في أي وقت أنه يتصل بنا حنا ندافعوا على الراية ديالنا، أي وقت جاوا فيه ذاك الانفصاليين حنا حاضرين. وكنا مجموعة قليلة، لكن هذه كانت الشرارة اللي خرجت بوقفات كثيرة، منها وقفة طرقونا اللي كان فيها العدد يفوق عن 3000 نتاع المغاربة، نساء رجالا شيوخا أطفالا. كانت واحد العرس، عرس وطني بامتياز داخل طرقونا. من بعد منها بأسبوع قمنا بوقفة داخل مدينة برشلونة، وقفة أولى بباب القنصلية المغربية ببرشلونة، اللي قمنا بتسليم السيد القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة وثيقة تنديد وشجب لهذه التصرفات نتاع العصابة الشردومة نتاع البوليزاريو. وفي نفس الوقت قلنا له بأننا نحن مع الهيئة الدبلوماسية ديالنا، التمثيلية الدبلوماسية، نحن مغاربة أحرار، نحن سوف نحمي التمثيلية الدبلوماسية ديالنا. ومن بعد منها كانت عندنا وقفة كبيرة في مدينة فالنسيا اللي كنا احنا المنظمين ديالها، رضوان بوريان عضو جمعية البلابل، كنا احنا المنظمين ديالها. قدرنا نعبئوا جميع المغاربة الأحرار اللي حضروا بكثافة، وكان عرس قوي أيضا. من بعد منها جات وقفة مدريد اللي شاركوا فيها مجموعة من الجمعيات، ومن ضمنهم جمعية البلابل للرياضة والثقافة والأعمال الاجتماعية. هذه الوقفة نتاع مدريد اللي كانت ضربة قوية، لأن كانت عندنا واحد القوة، وكان عندنا واحد يعني واحد الجرعة نتاع الحماس من بعد ما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. كنا قويين بهذا الاعتراف، وكنا فرحانين بهذا الاعتراف، وخرجنا الحناجر ديالنا وفرحنا، وكان عرس امام القنصليه المغربيه بمدريد. اليوم عودتنا الى البلد هي عوده لشكر جلاله الملك محمد السادس على الانجازات اللي تمكنا منها، باننا احنا الحمد لله مغاربه. ملي كنخرجوا على ارض المغرب كنعرفوا القيمه نتاع المغرب، قيمة المغرب كبيرة جدا، وهذا الشيء اللي بغاو ما يهرسوا لنا، بغاو يدخلوا لنا كالسوسة، يعني يفرقونا ما بين الشعب والملك. هيهات هيهات، المغرب شعبا وملكا صفا واحد. نحن لنا بيعة غير مشروطة مع جلالة الملك محمد السادس إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها. نحن ملكيون علويين شرفاء. حنا بهذه المناسبة كنشكروا جلالة الملك محمد السادس، وكنتمناو له الصحة والعافية، وكنتمناو الله سبحانه وتعالى يشدد أزره في ولي عهده مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، كما نتمنى من الله العزيز الحكيم أن ينصر الأسرة العلوية الشريفة بجميع مكوناتها. حنا اليوم كنطلبوا من الله العلي القدير أن يخلي لنا الملك ديالنا ويحفظه لنا ويجازيه علينا أحسن الجزاء، لأن اللي كيقوم به جلالة الملك محمد السادس أم معظم الشعب المغربي ما يعرفوش. الإنجازات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية في ظل هذا الوباء، في ظل الوباء ان المغرب بقى ملتحم، المؤسسات بقات ملتحمه، السيولة الماديه بقات كاينه، المنتوجات الحمد لله. حنا اللي خرجنا على المغرب عارفين بان دول عظمى وعندها مشاكل في السيوله، في المنتجات الغذائيه، عندها مشاكل في المؤسسات، لكن الحمد لله مغرب قوي، ملك قوي، شعب قوي، الله الوطن الملك. ماشي مشكل يقولوا لنا عياشه، حنا نفتخر اننا عياشه، عاش الملك، لكننا نعبده الله العزيز الكريم. والله سبحانه وتعالى قالنا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، وجلاله الملك محمد السادس امير المؤمنين سوف نطيعه وسوف نكون وراءه صفا واحدا، وسوف نفني الغالي والنفيس في سبيله. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.